السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة بخير؟ كي دوزتوا عيدكم؟ كنتمنى يكون كل شيء داز بخير وعلى خير، وعواشر مبروكة مرة أخرى. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. إذا كنتم أول مرة كتشوفوا هذه القناة هذه، ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. بالنسبة للوصفة ديال اليوم، غتكون واحدة من أحسن المقبلات اللي كتعجبني أنا شخصيا، اللي هي البقولة. المكونات وطريقة التحضير خليكم مع الفيديو من الأول حتى الآخر، فرجة ممتعة. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو للسبانخ بهذا الشكل. من الأحسن إلا كنتو غتاخدوهم من سوبر مارشي، خدوهم فيهم هاد ليتيج، هاد العويدات هادو. الا خديتهم وهما فيهم غير الوراق، ما غيعطوكمش كميه كثيره. الصلصه ديال الطماطم، زيت العود، زيت الزيتون، الزيتون احمر او اخضر لكم اختيار، القزبر والمعدنوس، حامض مصير مقطع، عصير ديال الحامض، مطيشه ديال الحك، طماطم مركزة، الملح، تحميرة، الكمون، الهريسة، والثومة. كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها زيت العود، من بعد كنزيدو الثومه والطماطم المركزه كيتشحروا شويه، من بعد كنزيدو الصلصه ديال الطماطم. هنا انا الصلصه ديال الطماطم ديما كنطحنها. من بعد ما شحرت الصلصه ديال الطماطم، كنزيد الزيتون والحامض مصير ونصف الكميه ديال القزبر المعدنوس، وكنخليهم يتشحروا مزيان. ملي كتنشف لاصوص من الماء كتشحر بهذا الشكل، من بعد كنزيد السبانخ. الا زدتو السبانخ ولاصوص باقي كاع ما تشحرات، غطلق لكم الماء وغتولي غيولي داك الشيء ميه وما غتجيش بنينه.
هنا غنزيد التوابل اللي بقات عندي ونحركها ونسد عليها، نخليها تطيب واحد 10 دقائق. من بعد كنزيد الكميه اللي بقات عندي ديال القزبر والمعدنوس، الا بانت لكم ناشفه زيدوا واحد نص كاس ديال الماء نيت تطيب فيه. هنا انا ما زدت لا ما لا والو، لحقاش هي كانت اصلا كونجلي كطلق الماء، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه لحقاش كتجي زوينه بزاف. وكانت هذه النتيجه ديال البقوله ديال اليوم. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وكنت خفيف ظريف على القلوب ديالكم. نخليكم الساعه وتهلاو ليا في ريوسكم، وبسلام عليكم، وما تنسونيش من اللي لايك والبارطاج والاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. بسلام عليكم.